مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان، أعلنت انطلاقة الشوط الرابع خاصة لسن القعدان المفاريد والمسافة 1500 متر، أشواط السرعة والتحدي والمتحديين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان نحييكم ونجدد اللقاء بشوطنا الرابع. هنالك المقدمة والصدارة شاهين وجار الله بن سالم أبو شريدة، وثاني المراكز وصل شاهين وراشد بن شابل المري. هنالك الله الله الدخول مباشرة شاهين وأحمد بن سلمان المنصوري، وثالث المراكز وصل هنالك الخير، هنالك الخير ومحمد بن علي الخبر، محمد بن علي الشهوان. من يقدم لنا الخبر بشوط التحدي وشوط العمالقة رابع المراكز؟ وصل هنالك الشحاني وسالم بن حمد المحميد. من يقدم الشحاني بشوط التحدي وشوط العمالقة؟ ولكن لنا عودة، الله يا المنافسة، هنالك المتنافسين التحدي شاهين وجار الله بن سالم أبو شريدة 400 متر تصنع خط النهاية، وثاني المراكز وصل شعار المنصوري شاهين وأحمد بن سلمان المنصوري. قادم لا محالة، يلا يا أبو شريدة، يلا يا المنصوري، يلا يا أبو شريدة أشرد يا شارد، يلا يا أبو شريدة. شاهين وجار الله بن سالم أبو شريدة، محاولة من المنصوري، 200 متر أخيرة، 200 متر متحدية، شاهين وجار الله بن سالم أبو شريدة، 100 متر أخيرة، 100 متر أخيرة، شاهين، شاهين وجار الله بن سالم أبو شريدة، سلام يا أبو شريدة سلام، تهانينا وألف مبروك لمالك شاهين جار الله بن سالم أبو شريدة. المركز الثاني كان من نصيب شاهين وأحمد بن سلمان المنصوري، والمركز الثالث كان من نصيب الشحاني وسالم بن محمد آل محميد. التوقيت الزمني ساعة وصول شاهين لخط النهاية 2:10:88 جزء. تهانينا لمالك شاهين، يا رب الله بن سالم أبو شريدة على هذا الأداء الجميل. تهانينا لجميع الفائزين.